هوريكم النهاردة يا رجالة تمرين الظهر. هنبدأ أول حاجة بالبول داون، السحب العالي، 3 في 12 عدة. بعد كده نركب القبضة الضيقة ونلعب برضو ضيق، 3 في 12 عدة. تالت تمرين هنلعب سحب أرضي بالمسكة الضيقة برضو، 3 في 12 عدة. أهم حاجة رجالة اعمل انقباض وانبساط للعضلة. رابع تمرين هنلعب سحب بالبار بنفس المسكة اللي انا ماسكها دي، ونحاول على قد ما نقدر نخلي ظهرنا مستقيم وثابت. خامس تمرين هنلعب فردي بالدمبلز منشار، فردي ميجنوس، واهم حاجة برضو ان انا انزل نزلة كاملة. واختم التمرين بالديد ليفت، انا بحب العبها بالدمبلز برضو، 3 في 12 عدة. ومش شرط رجالة أمير ظهر الورق قوي، يعني أرجع نفس الرجعة اللي أنا راجعها دي.